لليوم الخامس على التوالي تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 47، دورة تميزت بحضور جماهيري غفير ومشاركة فعالة من الشركات المحلية والعالمية. أهلا بكم في رسالتنا اليومية، ابقوا معنا. شركتنا مختصة بصناعة السندويش بانل المقاوم للحرير، عندها موافقات وشهادات خاصة من الدفاع المدني ووزارة التخطيط والجهات المرتبطة بها وكل المختبرات. الحمد لله والشكر، هاي المشاركة الثانية إنه بمعرض بغداد الدولي. العام كانت المشاركة الأولى وهاي المشاركة الثانية. من العام لهالسنة نشوفوا هواية أكو تطور بالجناح العراقي وبالشركات المشاركة والمعروضات بصورة عامة والمنتجات. اكيد يعني المعارض هي فرصه ان تبين المنتجات يعني منتجات الشركات للمواطنين ومدى تقدم. قررنا نشارك بمعرض بغداد على مود نشوف ضمن اتحاد الصناعات العراقي، طبعا نتعرف على الصناعيين، نتعرف على الناس بشكل مباشر، اضافه الى نشوف ان شاء الله الحكومه، الوزراء اللي جوا، ضيوف رئيس الوزراء، امكانيه الشباب العراقي. اليوم احنا كشركه عراقيه شابة وناشطة في مجال الإلكترونيات، مواقع الإلكترونيات، تطبيقات الهاتف، الأنظمة المحاسبية. إذا لاحظت حضرتك من خلال بوثنا خلينا أكثر من حل نماذج مصغرة عن حلولنا وقوتنا البرمجية تناسب الحوكبة الإلكترونية، وإذا تشوف الأجهزة عندنا تناسب الدفع الإلكتروني اللي دعا إلى رئيس مجلس الوزراء. إحنا كشركة عراقية اليوم سوينا تطوير سريع بالبرامج انتجريتد، مربوطة مباشرة ويا الأنظمة مباشرة، وتقدر تحجز من عندها وتدفع مباشرة إلكترونيا بدون تدخل بشري. الآن في أول دورة تجارية الآن بالعراق بجمهورية العراق، هذه تطلعنا كبير أساسا نعمل شراكات تجارية كبيرة على أسواق بحكم حاجة السوق العراقي، وهو يعتبر سوق مستهلك. بوادر النجاح متوفرة بقطاعات كثيرة في هذا البلد، وإن شاء الله نحن على صدد أن نكثف الآن حملات التوعوية التجارية جميع تجار أهل عمان على أساس أن نشارك مشاركة كاملة بالسوق العراقي إن شاء الله، ونلبي كل احتياجات السوق العراقي. وأيضا هذه أحد أسباب النجاح بتكون له أن تواصل الصداقة بين بلدين دائما وشعوبها متقاربة إن شاء الله، فهذه هي البادرة الأولى إن شاء الله بالنجاح. سعيد جدا بالتجمع الدول الخليج وفي المشاركة معاكم اليوم، وإن شاء الله أتمنى أن تكون مش المشاركة الأولى والأخيرة، إن شاء الله نستمر معاكم إن شاء الله يا رب. وسعيد جدا يعني مشاركة أخواننا العراقيين. هي والله والحمد لله رب العالمين. أول مرة نشارك معرض بغداد الدولي، كلش فرحانين.